رقم كام في جدول أعمالك أو اهتماماتك؟ نمرة واحد. نمرة واحد بمعنى؟ بمعنى إحنا لما اتفقنا إن إحنا لازم ندفع كل بدلات الحكام، وده ما حصلش قبل كده على الإطلاق. الحكام ما لهمش أي فلوس من الموسم الماضي. جينا سددنا كل مستحقات الحكام بالنسبة لكل المواسم السابقة وما لهمش أي حاجة، ومتفقين اتفقنا على ان احنا نسدد كل نصف موسم. تمام، نص موسم، كل نص موسم، كل نصف موسم بعد نهايه الدور الاول نسدد كل اللي فات. تمام، كل الدور الاولاني يعني. تمام، ده اللي كان اتفاق. الاتفاق ده من امتى؟ من اول الموسم. من اول الموسم لما دفعنا جينا اول الموسم سددنا كل مستحقات الحكام المتاخره. المهندس انا اريد القرار ان هو 3 مليون وكسر دوت. ده اكتر. لا ده كتير. ده اخر حاجه. اخر حاجه كانت 4 مليون وشويه. تمام، اخر حاجه اتفقنا. جينا ان احنا نحط سيستم لصرف بدلات الحكام، ان احنا نشوف كان ليهم كام ده قبل الموسم ما يبدا. تمام، ايا كان المبلغ احنا صرفنا 17 مليون جنيه من اول ما مسكت. لا 17 مليون ده تخلي بالك، ده الدوري الممتاز بس يخش له لوحده في 10 مليون جنيه. بتتكلم في ايه؟ المبالغ كبيرة جدا يعني. اخد من ده سددناه. دي متأخرات. كانت متأخرات سددناهم، بس مش سددناهم مرة واحدة. احنا جينا قبل بداية الموسم كان لهم حوالي 4.5 أو 5.5 مش متذكر. ده قلنا نقعد ندفع كل الفلوس. تمام. سددنا كل الفلوس والحكام بدأوا الموسم لأول مرة في التاريخ. ما لهمش أي بدلات عن اتحاد الكورة. وقلنا ندفع كل نصف موسم.